نحن فضلنا يعني 20 دقيقة عشان نخلص، فده أمشي ل أول حاجة. شكرا يا عبد الحميد على معلوماتك، على المعلومات دي، وعلى ما كده الناس بتكون وضحت لها أكتر الموضوع بتاع الإنجليزي ده تمشي فيه وتمشي كيف. يا محمد، برضو نحن تقريبا نحن بالك مشينا الموضوع بتاع السكن، فأنا داير أمشي على السكن في رواندا سريع، وبعد ذاك اللغة فيها، لأنه على ما أعتقد رواندا بيتكلموا فرنسي وكينيا رواندا ما بيتكلموا إنجليزي، فبرضه الإنجليزي ده تقراه وكده بيحصل شنو. فعندنا زي كده 7 دقايق. تمام. بالنسبة للغة، أول حاجة بيتكلموا هم كيني رواندن، دي اللغة المحلية اسمها كيني رواندن. بعدها بيتكلموا إنجليزي وفرنسي. تمام. الإنجليزي منتشر أكتر من الفرنسي، الإنجليزي منتشر بين الشباب، الفرنسي بين العجايز. يعني هم بعد المشكلة الكبيرة اللي حصلت في رواندا قبل 20 سنة دي، انفصل عديل كده جيلين، جيل عارف فرنسي تماما ما عارف انجليزي، اللي هو الناس الكبار، جيل قام على الانجليزي وما عارف فرنسي كتير الا يتعلم وتعلم. فانت حاليا في الشارع، انت في الشارع ده تتكلم مع اي زول، الانجليزي هو الخيار الامثل بالنسبه لك. يعني 80% من الناس اللي ماشيين في الشارع بيكونوا عارفين انجليزي. اوكي، طيب الدراسة بتاعته كيف؟ شنو؟ هل في معاهد، او هل فتشت الموضوع بتاع المعاهد وكده، ولا دي ما حاجة انت كنت انترست فيها؟ والله صراحة ما عندي عنها معلومة، ما عندي اوكي عنها معلومة صراحة. تمام، ما في مشكلة. نمشي لحتة السكن. عموما رواندا غالي شوية، أغلى من إثيوبيا. السكن فيها الشقة ب 300 ل 400 دولار مفروشة للشهر. بعد ذاك معيشتك عايز لك 300 دولار برضو، يعني أو 200 دولار حسب ما أنت تقدر تعيش كيف. يعني انت عايز لك 500 مينيمم عشان تعيش، يعني تكون ساكن وماكل وشارب وراكب مواصلات. اوكي تمام. 500 دولار انا برضه بدي اذكر هنا انه معظم وسائل السفر في اوغندا وكيغالي اول حركه مواتر. صح، دي حاجه انا شفتها، عايش فبرضه لان مواتر. في زوالة كانت قالت اللي هي ميهات، كان قالت لي انه بالنسبه للبنات فبرضه حيكون الموضوع بتاع البنطلون ده حاجه ثابته بالنسبه لي. هاي هنا المواصلات الأسرع والأسهل والأقرب مواتر، بس فكل الناس بتركب مواتر، ما في زول قاعد يركب مواصلات عامة. اوكي ممتاز خالص. طيب بعد ذاك ال 300 دي بالنسبه ل يعني بالنسبه للشقه المفروشه والشقه ما هاي مفروشه وسط الشقة البلد ورا البلد. المفروشة، الشقة المفروشة غرفتين ومطبخ وحمامات وكده. بعدك بتزيد ل 350 400 دولار اذا بقى معاها صاله، بقى عندها غرفه زياده، عرفتها. لكن طبعا في خيار انك تكون معاك شباب تاجروا شقه واحده، الشير بيطلع 100 دولار كده. يعني انت اذا عايز غرفه واحده، يعني غالبا ممكن تلقى 3 اشخاص تاجروا شقه ب 300 دولار، وانت يكون عندك غرفه براك دافع فيها 100 دولار. اوكي وطبعا دي حاجة كويسة. الاشتراك ده حيقلل برضو مصروف الأكل والشراب، لأنه حيكون برضو بالشير. ممتاز سيد. سؤال، ال انت بتلقى الشقة كيف اصلا؟ هل بتفتش اونلاين؟ بتمشي لا، بكده ايه؟ سماسرة سماسرة. في طبعا لما تيجي هنا، يعني في مجتمع كده بتاع السودانيين قاعدين مع بعض، بتلقاهم يعني في منطقة اسمها ريميرا. ريميرا دي قريبة من المطار وفيها سودانيين كتير. فأنت أول ما تمشي تنزل، يعني دي الحاجة اللي أنا عملتها، نزلت هناك اتعرفت على المجتمع هناك السوداني وكده. بعدك إذا عايز فرنك عملتهم، ذكرني أتكلم عن العملة بعد شوية. إذا عايز فرنك تبدل بيه بنكك بيدوك، إذا عايز تفتح الشقة، إذا عايز تفتح دكان، إذا عايز تفتح بيزنس، إذا عايز تجدد الإقامة، فهمتك؟ الناس دي اللي بيساعدوك في الحتات دي كلها. ممتاز. فانت بس المحل ده اسمه شنو؟ معلش. شنو؟ المحل اللي اسمه شنو فيها سودانيين؟ ريميرا. ريميرا. ريميرا ايوه، قريبا من المطار. تمام. بعدك ياهو، الناس دول بيظبطوك من كل النواحي، يعني لانهم بيكونوا عايشين هنا. يعني انا الناس اللي لقيتهم عايشين 4 5 سنوات في رواندا هنا.
فبيلقوا لك سمسار بحقه طبعا، يعني السمسار بياخد حقه. إذا عايز تأجر محل برضو، تفتح مثلا محل تبدأ بيزنس عشان تاخد الإقامة، برضو بيساعدوك في الحاجة دي، اللهم أنت بتظبط أمورك معاهم. بالنسبة للعملة، العملة بتاعتهم الدولار الواحد ب 1200 فرنك، عملتهم اسمها الفرنك الرواندي. اوكي. الدولار الواحد ب 1200 فرنك، يعني أنت عايز مثلا تمشي تاكل في مطعم، الوجبة بتكون ب 7000 فرنك، 8000 فرنك كده. لكن بس اوفرول كده، اذا اسمه شنو احمد، اذا بادي ده او الليست اماونت اوف ماني او اقل قروش ممكن تدفعها 500 دولار، دي اقل اي حاجه ممكن 500 تعيشك. دولار عشان تسكن، و 500 دولار اذا انت اجرت شقه استوديو براك، يا ممكن تكون ممكن اقل اذا توصل جيت ناس معك. ل 300 دولار اذا انت لقيت شباب وسكنت معاهم. تمام. شيء في سؤال سريع لعبد الحميد ومحمد الاثنين، المناطق الآمنة تقريبا ممكن تكون شنو إذا سمعتوا بها، يعني مثلا في أوغندا ولا في رواندا؟ الشنو؟ ما سمعته. الأماكن الآمنة، أنا عارف إنه رواندا مثلا آمنة، يعني كيغالي عموما كلها آمنة ما فيها مشاكل، لكن ما أظن نفس الحاجة ممكن تقول علي أوغندا. والله صراحة أنا بس عندي بسمع عنا يعني إن معظمها آمنة، ما عدا إنك أنت مثلا تمر بالليل شديد، يعني دائما هنا الناس بيقفلوا لحد 9 10 كده، يعني أنت بعد 10 ما أظن بتلقى زول تاني في الشارع، غير الناس اللي بيكونوا ماشيين البارات، ومهم الناس اللي عندهم تاني أغراض أخرى، فديل بتلقاهم بالليل وبتتعرض للسرقة وكده، لكن بالنهار آمنة جدا جدا، كل المناطق فيها آمنة، ما فيها أي مشكلة. بس الناس ما بتحاول تطلع بعد المغرب أو بعد العشاء وكده، بعدك فيها مساجد كثيرة على فكرة، فيها مسلمين كتار يعني، أو تكون عندك مشكلة في الموضوع. بالنسبة لكيغالي، أيوه معلش، واصل. بالنسبة لكيغالي، كيغالي آمنة كلها وعلى مدار 24 ساعة، يعني يس. ما فيها أي حاجة نهائي، يعني عادي بتلقى الناس مسهرين لغاية الساعة 12 واحدة، بتلقى مواتير برضو بعد الساعة 12 عادي بتركب تمشي، ما في مشكلة. يعني من ناحية أمان، يعني أمان شديد شديد، يعني ما في أي نقطة أصلا تتذكر في الحتة دي. يعني يا انا متفق معاك تماما في الحاجه دي. طيب ظابط، نحن تقريبا خلاص ماشيين على نهايه اللايف ده. انا ما اعرف، كنت لازم كل حاجه في النهايه، ما اعرف بياخذنا الزمن ولا لا، اللي هو هل في مواقف، يعني نحن معظم الناس بتقوم تاخد انه والله يا اخي يوغندا وكيغالي دي الدول يعني بيخط لك نظره كده ورديه عن الحاجه دي، وانه افضل مكان وانظف مكان واحسن ناس، فما اعرف هل في مواقف مثلا مثلا سيئه حصلت لكم هناك، او حاجه مثلا الناس تاخد بالها منها او هكذا. ما أظن فيه. والله أنا بالنسبة لي ما واجهتني حاجة يعني ممتاز. أقدر أنا أنبه منها، بس بالعكس الرواندين هنا ناس حبوبين شديد بالمناسبة، وناس منفتحين شديد، ومش منفتحين عشان إنهم عايزين منك مصلحة مثلا، لا منفتحين كده لله زي ما قال، فما في حاجة. رواندا عموما ظريفة شديد، نظيفة شديد، جميلة شديد، جوها ظابط شديد، ظابط شديد. احنا هسي في الصيف المفروض، يعني درجة الحرارة بالليل بتكون 17، بالنهار بتكون 25، يعني كيقالي سمحة شديد شديد شديد، بس المشكلة الوحيدة اللي فيها اللي هو الغلاء ده. اوكي ممتاز خالص. وطبعا اكيد انت اذا عرفوا انك اجنبي، يعني الحاجة دي بتحصل في كل العالم، بيحاولوا يعني مثلا يزيدوا ليك السعر بتاع الموتر مثلا، اذا عرف انك ما بتتكلم كيني رواندن، يعني عرف انك بتتكلم انجليزي بس which is اجنبي، بيحاول يزيد لك السعر شويه، لكن عموما حاجه بتحصل في كل العالم وما بيزيدوه بالحاجه الخرافيه ديك، فهمت؟
فهمت عليك، فعموما رواندا ما فيها اي مشكله بس غير الغلاء، و300 ممتاز. دولار ما اظن غاليه، او 500 دولار بالنسبه للسودان يعني، اذا جينا قارناها بالسودان ما بتعمل لك اي حاجه اصلا في الشهر. اوكي، ظابط، خالص خالص. طيب عبد الحميد، في اي حاجة تضيف في النقطة دي؟ اوكي، هو يعني انا ما صراحه ما حصلت لي موقف طريف او اي حاجه ممكن هناي، لكن من خلال تعامل الناس خاصه مع المؤجرين يعني الوسطاء او السفاسر هنا، يعني انه في ناس كتار مثلا زي ما بقول بيمسكوا الماسوره يعني، فحاول انتبه للحاجه زي ما ذكرتها في بدايه الفيديو، انه يوغندا شعب فقير وعموما الاقتصاد شويه كده متدني، مع ان هي منفتحه على كل العالم وعندهم كل شيء يعني، الدولار دي بتشتريه عادي ما في مشكله، عندهم مصرفات كثيره جدا جدا، فما عندهم قيود على انك انت عايز تشتري دولار ولا عايز تحك دولار، في الحاله دي متاحه جدا ما فيها مشكله. بتختلف انت لو جاي هنا مثلا كطالب وزول بينفق عليك بيكون ما عندك مشكله، لكن لو عايز تفتح الشغل هنا صعب الشغل تلقاه بسهوله، ما عدا انك انت ممكن تكون عندك بيزنس عايز تبدا بيزنس من جديد ممكن ما تكون فيها مشكله، لكن لو انت ما عندك شغل او ما شغال اونلاين مسبقا او كده يعني، انت عندك فتره محدوده جاي دار تقعد، اوكي ما في مشكله، حيكون عندك اكيد القروش اللي بتغطي لك تكاليف المعيشه. المعيشه الاكيد ما غالي، بالعكس رخيص جدا الاكل بتاعهم هنا، اسعاره ما غاليه في الاكل، فدي ما فيها مشكله، لكن زي ما قلت لك، يا يكون عندك دخل ثابت انت شغال اونلاين، او انت عايز تعمل بيزنس، او في زول بيصرف عليك مسبقا او كطالب، لكن تيجي تفتح شغل عشان تبدأ أول حاجة صعبة شديد، لأنه هم ذاتهم عددهم كبير جدا جدا، في نفس الوقت العمالة بتاعتهم هنا مدنية، يعني ممكن الزول يشتغل معاك مثلا في مكان عندك سوبر ماركت، يقعد ممكن يشتغل معاك اليوم كله ما يقارب 5000 سوداني 3000 سوداني 2000 سوداني، يعني حاجة كده بسيطة شديد، فالعمالة بتاعتهم مدنية وأسعارها مدنية شديد، بس تاخدوا بالكم من الناس السماسرة في سمعت إيجار البيوت بيمشي كده. في نفس الوقت البلد جوها جميل يعني، ممكن برضو ما أعرف، هي من حيث الطبيعة جميلة جدا جدا، صح في بعض الشوارع ممكن تكون شوارع في غيرك، لكن عموما معظمها شوارع كويسة شديد ما فيها مشكلة. الحاجة المرغوبة هنا البودا بودا اللي هو ده الموتوبايك، سريع جدا، بوصلك سريع جدا، في تطبيق اسمه بودا، سيف بودا ده اللي هو انت ممكن تطلب قاعد في البيت، بيجيك الموتر في البيت رخيص مقارنة بباقي المواتر التانية، أصلا السعر كله أوريدي محدد، فنزله طوالي أول ما تيجي نزل سيف بودا ده، سواء كنت دايرة عربية أو هنا، في تاني تطبيق بتاع أوبر برضه رخيص جدا، أفضل يعني من إنك أنت تشوف التاكسي وكده، لو أنت أسرة ما بتقدر تطلع بالموتر وكده، فافضل تشوف الاوبر ده رخيص جدا كويس يعني، سيبو ده ارخص طبعا من باقي يعني، بيكون عامل لك ذات تفضيل على الاسعار، داير بتلاقي انه اقل سعر هو مثلا انت ممكن تختاره، بتجيب دقيقه دقيقتين كده وبيقبل بعدك دقيقه يعني، فما في مشكله. الحاجه الكويسه انه كلهم بيتكلموا انجليزي يعني، حتى بتاع الموتور ده بيتكلم انجليزي ما عنده مشكله، صح عندما اللغه اللوكال بتاعتهم اليوغندية، لكن انت اذا بتتكلم انجليزي ما عنده مشكله، بتتكلم معاك انجليزي دايما، وشعب مسالم جدا بيس، مع انه الزهجه بتاعتنا ولا الجوطه ولا المشاكل ديك، فبتحس ان الواحد عايز يطفش اخوه كده ده بالموتر، لكن في نفس الوقت ما بزال بيتكلم معاه تاني، بس بس فرامل بخلي ده بيمشي كده، هي قاطع لقطه العربيه كده قدامه يديه مقص، قلت والله ده لو في السودان تديه مقص لو ما شافك اسمع عبد الحميد، فما عنده مشكله ابدا يعني، تلقى ده قاطع بجاي اول مره لما تركب البودا ده بتخاف جدا، بتكون خلاص يس. بتضحك يقلب ناس، لكن من ثاني يوم وثالث يوم الموضوع بيبقى لك عادي شديد ما في مشكله يعني. تمام. انا اوكي محمد، بضيف حاجة. اي انا بس ذكرني نقطة هنا برضو عايز اتكلم عن الشغل. هنا برضو الناس تقدر تقول منقسمين لقسمين كده، في ناس عمالة ما متعلمين وفي ناس متعلمين، المتعلمين متعلمين شديد والما متعلمين ما متعلمين. العمالة هنا رخيصة شديد شديد شديد، اذا عايز تشتغل في سوبر ماركت في مطعم في كده بشهر كامل ب 50 دولار، فاصلا ما حينفع بكل حال من الاحوال، وبيشتغلوا 12 ساعه في اليوم كده 12 ساعه ب 50 دولار في الشهر، فالعماله ما هنا عشان انت تنافس في سوق العمل في المجالات يعني، بشهادتك او بخبرتك كده محتاج تكون عندك خبره حقيقيه في المجال. المجالات هنا عموما التكنولوجي فيها وظائف،
يعني اللي على الحاجة اللي لها علاقة بالتكنولوجيا عموما، ال developers، ديزاينرز الناس ديل في وظائف، لكن زي ما قلت لك لازم يكون عندك خبرة حقيقية وانت زول عابر اصلا عشان تلقى فيها شغل. اذا لقيت فيها شغل طبعا مرتباتهم محترمة يعني. تاني كنت عايز اقول شنو، بس اوكي. ما في حاجة تانية. هل في تطبيق بتاع مواتب بالمناسبة؟ اي عندهم تطبيق الموتر، ما عارف اسمه شنو والله نسيته، لكن في تطبيق اسمه موف، عامل زي ترحال واوبر. انهم سيارات كهربائيه مشغلين، برضه رخيصه مقارنه بالناس اللي بيكونوا لافين في الشارع ساي. وعندهم برضه تطبيق بتاع مواتر، لكن ما متذكر اسمه والله. اوكي تمام صعب شيء. انا ده اقول حاجه برضو في بالنسبه لنيروبي. نيروبي من العواصم المعروفه انها بتتنشل فيها، يعني نشل فيها كتير شديد. فبرضو اذا انت تسافر لكينيا تلاحظ الحاجه دي. انا ما اتنشلت قبل كده، لكن اتنصب علي مرتين، كنت اشتري التليفون وده اشتري لي لابتوب مستعمل. فبرضو يعني الحاجات دي اذا انت ما متاكد منها 100% ما تخش فيها. طيب تمام، نحن تقريبا خلاص 3 دقائق. فإذا في أي زول عنده إضافات أخيرة، خلينا نبدأ بعبد الحميد وبعد ذاك محمد. اوكي تمام، بس انا عايز اقول انه الناس ما تحط احلام ورديه على كل المناطق المذكوره دي، لابد انك تقرا عنها اكثر وتخش خيارات اكثر في جروبات في الفيسبوك، ويتكلم عن مثلا السودانيين موجودين في اوغندا، السودانيين موجودين في كينيا، السودانيين موجودين في رواندا وكده. فحاول شوف المنطقه اللي انت عايز تمشيها واقرا عنها اكثر واخذ معلومات عنها اكثر، واشوف كل الخيارات، الحياه الايجابيه شنو، الحياه السلبيه شنو، على اساس انك انت ما تيجي بعدين انه زي ما بيقولوا تندم على انك انت جيت. فوضح وضح وضح هدفك، وضح هدفك بصورة كبيرة شديد، وبعدك اقرأ عنه وشوف الحاجة دي إذا لقيتها أوكي معك اتوكل وطوالي قدام. إذا ما لقيتها كمان كعبة معك، فشوف مثلا منطقة تانية وخيار تانية هنا أحسن لك. لكن كطلبة مثلا من ناحية بتاعت الطلبة اللي عايزين يدرسوا إنجليزي وكده، فأفضل لهم خيار اللي هو أوغندا، باعتبارها رخيصة من حيث التكلفة المعيشية، في نفس الوقت رخيصة من حيث الأسعار تحت الجامعات أو تحت المعاهد، مقارنة بكينيا. وأنا ما أعرف رواندا كيف، لكن مقارنة بكينيا أقل بكثير. فكطالب يوغندا خيار بالنسبة كبير. شكرا. ممتاز، شكرا جزيلا. بالنسبة لي تقريبا أنا غطيت كل النقاط، بس عايز أشدد، لأنه عشان تاخد الفيزا بتاعت رواندا جماعه لازم يكون عندك سوليد ريزون لانك انت داخل رواندا. ليش؟ لانه بيرجعوك عادي ما انه لك حاجه. الناس بيتشددوا اكتر في الحدود، لانه الناس اللي بيدخلوا عن طريق الحدود بيدخلوا ساي اكتر من الناس الجايين بالمطار. برضه اذا انت جاي ببصات، خلي عندك سوليد ريزون وخلي عندك زول في رواندا عشان يتصلوا عليه وكده. رواندا ما رخيصه يا جماعه. اذا انت عايز تجي رواندا لازم تكون عارف انت جاي رواندا لشنو، ما عشان رواندا سمحة وآمنة أنت ممكن تجيها. أنا شايف إذا الزول ما عنده خطة واضحة، يعني أحسن يمشي دولة رخيصة عشان إنه يقدر يسرفايف فيها لأطول فترة ممكنة، أو قروشك البسيطة دي بتعيشك فترة طويلة هناك. في رواندا هنا لا، البلد عاصرة. بعد تاخد الفيزا المجانية بتاعت الشهر ممكن تجدد تاني 3 شهور ب 65 دولار، وممكن تجددها يعني بعدد المرات اللي انت دايرها، ما عندهم فترة محددة. طبعا اذا عملت اقامة دي حاجة تانية. بس اوكي تمام شيء. انا بالنسبه لي انه برضو يعني انا واحد من الناس اللي بتكيف من الدول الافريقيه، وبتحس روحك انك انت قاعد مع ناسك كده. تمام، ما في التغيير الكبير. يعني انا بتذكر في واحد كان قال لي يا احمد، انت اذا سكتت بيعتبروك واحد من اولاد القبيله الفلانيه، بس اذا ما فتحت خشمك، لكن مجرد ما تفتح خشمك بيعرفوك انك انت من برا. فبتحس انه نحن نوعا ما قادر تخش في المجتمع بصوره كويسه. فيه مسلمين يعني كويسين شديد، بتحسن لغات الانجليزيه. فانا حاسس انه يعني الدول الافريقيه دي خيار كويس خالص. الناس يعني ممكن تاخدها وتبحث فيها بصوره جاده. في برضه حاجه اخيره اللي هو في النقطه بتاعت الامان. انا بذكر لما كنت مسافر نيروبي عندنا واحد خالنا ده قال لي يا احمد نيروبي دي حصل فيها كده وكده وكده وكيسات وتفجيرات وما ادراك و و و و و فلما تمشي هناك بتلقى العكس تماما.
بتلاقي انه الدولة ظابطة، الناس عايشين في امان تاني الله. فبرضه موضوع الامان ده هو حاجة كويسة عكس الناس اللي بتخده مرات لروحها. فبس دي الحاجة الاخيرة انا داير اقولها. وبكده يعني حبي محمد عبد الحميد ومؤيد، ويعني كده برضو عندنا دياب ما خشة، شكرا جزيلا على زمكم خالص خالص، وان شاء الله الناس تكون استفادت من الحاجة دي. وبس يعني ليلة سعيدة عليكم تاني، شكرا وبالتوفيق لنا جزيلا الليلة يا الأخيرة. أحمد، شكرا 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 جزيلا على جزيلا يا الفرصة جوز، دي، وأتمنى نكون فدنا الشباب المتابعين. إن شاء الله، إن وإلى شاء الله. اللقاء. يلا كونغولي بتاعك ظابط كونغولي يا أخي. شكرا جزيلا يا أخي، قلنا يعني كده نلبس لكم للهناي للمرحلة. سلام. أيوة سلام.